السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو كتير مميز، رح نعمل مع بعض فروج مشوي بالفرن بطريقة كتير مميزة وجميلة وسهلة. وإذا أنتم حابين تعرفوا الطريقة يلا مع بعض نروح نشوف المقادير. وقبل ما نروح نشوف المقادير حبايبي، لو أنتم جديدين في قناتي ما تنسوا تدعموني باللايك اشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. هلا رح نبلش المقادير. انا عندي هون فروجه وزنها كيلو ونص، عندي هون معلقه من دبس فليفله ومعلقه من زبادي، وعندي هون كم حبه ثوم، عندي هون ربع كاسه من زيت نبات وحبه ليمونه. اما البهارات رح استعمل البهارات السبعه، معلقه كبيره من فليفله حمراء ناعمه، معلقه من الملح، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقة صغيرة من القرفة البودرة، ومعلقة من زنجبيل البودرة، طبعا معلقة صغيرة. يلا مع بعض نروح نشوف الطريقة. طبعا اول شيء انا رح اجهز التتبيلة، ورح اجيب صحن كبير رح افضي كل البهارات مع بعضها. نضيف الزيت والزبادي والليمون عصرها، حاول تخلص من البزر تبع الليمونة لأنه هذا البزر بيكون طعم ومر. وهنا بعمل الثوم شرايح صغيرة، وهلا رح اضيف التتبيله على الفروج. انا اول شيء رح اتبلها من جوا، انا هون بس بدي اعملها هيك مشان التتبيلة تفوت لجوات الصدر، بتعرفوا ان الصدر بيكون تخين وسميك. بس هعملها بهي الطريقة. بعد ما فتحت هدول هلا رح اضيف التتبيله لجواتهم.
وهلا هيك بعد ما خلصنا راح احطها بالفرن على درجة حرارة 200 وراح احميها من فوق ومن تحت لحتى ما تستوي معي وارجع لكم تاني. وهلا راح اجيب بصلة واعملها شرائح. البقدونس طالعنا الفروج من الفرن مثل ما انتم شايفين. طبعا الفروج مو محترق هذا بس البهارات هيك وعملت ترى شكلها. هلا رح اجيب الفرجاية بعد ما اسخن الماء على البوتاجاز راح اسكر عليه. حتى تتبخر. وهلا بعد ما خلصت البخار عن جد ريحتها ولا في احلى منها. هلا راح احرش عليها شوي من هذا الزيت شوية هذا الشكل. آخر شيء راح نجيب الليمون وهيك بنكون خلصنا. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لكم.